أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، معكم أخوكم أحمد البنا. إن شاء الله أنا حبيت النهاردة أشارك معاكم تجربتي في أفضل ميني سبيكر جربته لللابتوب عندي والكمبيوتر، وطلع يعني صوت ممتاز جدا وكويس جدا، ويعتبر أرخص وأفضل ميني سبيكر. أنا جربت كذا نوع، لكن الموديل ده بالذات اللي أنا هكلمكم عنه، اللي بيشتغل باليو اس بي بكهربة الخمسة واط، ده يعتبر أرخص حاجة جربتها، و صوت جميل بتاعه وقوي، والخامة بتاعته متينة. مش هنطول كتير، نخش نعمل انبوكسنج. وقبل ما نعمل انبوكسنج، لما تعجبكم الحلقة ان شاء الله ما تنسوناش في دعمكم لينا واللايك وسبسكرايب. يلا بينا نخش على الانبوكسنج. النهاردة ان شاء الله حبيت اشارك معاكم تجربتي في افضل سبيكر او ميني سبيكر جربته وجبته لللابتوب عندي، والصراحة عجبني. بعد ما جربت كذا نوع، لقيت ان الموديل اللي هو من شركة تايجر ده افضل نوع. الصراحة عجبني، صوته ممتاز وقوي، وفي نفس الوقت خامته كويسة وسعره حنين مش وحش يعني. ده طبعا انا جبت السبيكر ميني سبيكر دول من موقع سوق.com، الموقع المحترم. طبعا انا فتحته وجربت السبيكر وكله، بس طبعا انت ما بتشتري الطلبية اول مرة، بيجي لك طبعا في الطرد المخصوص ليه، بتفتح طلبية وبعد كده بتلاقي العلبة بالشكل ده. العلبة طبعا مكتوب عليها هو الاسم الموديل بتاعها اللي هو تايجر، والسبيكر The Power of Super Sound. ده اللي على العلبة بتاعته من برة، وهنا مكتوب بالموديل ان هي بيعرفك ان هي من نوع USB JYMT258. ولو جبنا كده العلبة هنلاقي برضو مكتوب بعض description كده، بيقولك ان هي بتشتغل على USB 5 فولت و40 اوم. طبعا صناعة صيني. وهنا برضو بيديك برضو من ظهر العلبة التاني بعض برضو نصائح، بقول لك ان هي يعني سماعات بتدعم حتى الدرجات عالية من الترددات، وما بتعملش وش والكلام ده كله. انا اعطيك الصراحة بقول لك ان تركيبها سهل وكل حاجة فيها سهلة. ودي شكل العلبة طبعا برضو من فوق نفس الكلام. لو جينا طبعا فتحنا العلبة، انا فتحت العلبة طبعا، نفتحها بالشكل ده. بالله عندنا ادي السماعة الاولى، وادي السماعة التانية جوه العلبة. طبعا كل سماعة كانت محطوطة في كيس من الكيس الصغيرة دي، وكانت متغلفة. خلي العلبة كده على جنب ونشوف السماعتين. ادي السماعة مكتوب عليها برضو اهي تايجر. بيبقوا السماعتين عندنا بالشكل ده. بنحط اول سماعة كده، كلمة بتبقى معدولة، كلمة تايجر دي، ونحط التانية كده. المخارج بتاعت السماعتين طبعا قلت لحضراتكم ان هي الباور او الطاقة بتاعتها بتاخدها من اليو اس بي الخمسة واط. طبعا انت بتشوف عندك، بتحطها في اي منفذ عندك من منافذ الكمبيوتر او منافذ اللابتوب. انا هنا مثلا بستخدم هاب، احطها في منفذ من منافذ الهب كده عشان تديني الباور. المخرج التاني اللي خارج من السماعات اللي هو المخرج ال 3.5 جاك الاوديو ده، ده انت بتحطه عندك في مدخل اللابتوب عشان يخرج لك الصوت اللي خارج من اللابتوب على السماعات. بالنسبة لنا هحط طرف السماعات بالشكل ده. قبل ما نجرب صوت السماعات، حبيت اقول لكم ان السماعات كخامة هي كخامة يعني ممتازة مش وحشة، ويعني مقبولة. سعر السماعتين دول انا جايبهم، او سعر السماعات انا اشتريتهم من سوق.com بسعر 80 جنيه. افتكر على الخامة وعلى الصوت بتاعهم العالي
والواضح يعتبر 80 جنيه ولا حاجة. في كمان في ظهر السماعة دي زي كده فوليوم، مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لا، مكان كده هنا تقدر ان انت تعلي او توطي صوت السماعات منه. ده برضو يعني بيديك برضو امكانية حلوة ان انت يعني ما تبقاش تحكمك كله من خلال الكمبيوتر او اللابتوب، لا تقدر ان انت تعلي او توطي منه الايه درجة الصوت اللي انت حابب توصل لها. برضو مش هنطول كتير، نخش في التجربة العلمية ونشوف، نحاول نشوف يعني ايه تجربة للسماعات عشان ايه نسمعكم الصوت بتاعها بشكل كويس. وفي النهاية أتمنى أن تكون الحلقة دي أفادتكم. هسيب لكم إن شاء الله رابط شراء السماعات دي في الديسكريبشن اللي حابب يشتريها من موقع سوق. إذا عجبتك الحلقة دي ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب. اللي حابب يسأل أي سؤال هكون حاضر معاه إن شاء الله في التعليقات. كان معكم أخوكم أحمد البنا. We'll be right back.